فخليني اقول لكم ان اكيد في محاولات كبيره جدا من مسؤولي النادي الاهلي في التعاقد مع بعض اللاعبين. في اسماء طبعا يعني الناس بتتردد او الناس بتقعد تقولها كتير الفتره اللي فاتت، يمكن ابرزها حسين الشحات. حسين الشحات لاعب مهم جدا ولاعب جيد جدا، واكيد لو قدر النادي الاهلي او في حاله تواجد مفاوضات الامور مشيت مع حسين الشحات هيكون اضافه كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي. بالمناسبه خليني اقول لكم ان حسين الشحات قبل ما يروح العين الاماراتي، والكلام اللي انا هقوله لكم ده معلومه، يعني معلومة أكيد أنا بقولها لكم مش أي كلام تاني، حسين الشحات كان معروض أو مش معروض، كان خلاص في مفاوضات ما بينه وبين النادي الأهلي إن اللاعب ينضم. تقريبا كان المقابل المادي ساعتها بس 10 مليون جنيه مصري، كان ممكن النادي الأهلي يقدر يتعاقد مع حسين الشحات مقابل 10 مليون جنيه مصري. السبب في عدم إبرام التعاقد ده كان مين؟ كان الكابتن حسام البدري اللي قال لا أنا مش محتاج حسين الشحات، اللي كان متواجد مدير فني في هذا التوقيت، قال أنا مش محتاج حسين الشحات خالص ومش مقتنع كمان بإمكانياته. ودي معلومة أنا بقولها لكم، السبب في إن النادي الأهلي ما قدرش إنه يخلص حسين الشحات قبل ما يروح العين الإماراتي هو كان الكابتن حسام البدري رؤيته الفنية، وكل مدير فني أكيد كان ليه رؤية فنية إن هو يشوف اللاعبين الأنسب ليه خلال المراحل المختلفة المقبلة. كل مدير فني أكيد بيبقى ليه رؤية مختلفة واقتناعات مختلفة، وده طبيعي ومعتادين عليه، لكن ده كان شيء مهم جدا لازم جمهور النادي الأهلي يعرفه، إن كان قرار من الكابتن حسام البدري عدم التعاقد مع حسين الشحات، وكانت الأمور ماشية بشكل جيد جدا، واللاعب كان أكيد هينضم للنادي الأهلي في انتقالات يناير السابقة بالتحديد قبل ما يروح العين الإماراتي. لكن تبقى الأمور من الوارد إن حسين الشحات ممكن ينضم للنادي الأهلي سواء الفترة دي أو في يناير، كلها أكيد محاولات ممكن تكون متواجدة إن حسين الشحات يكون متواجد في صفوف النادي الأهلي. لاعب زي ده أكيد نتمناه يكون موجود، لاعب مهم جدا وهيكون إضافة أكيد بالنسبة للفريق وبالتحديد في بطولة دوري أبطال أفريقيا. ناقص مكانين، يعني الجهاز الفني بيسعى بكل طرق إن هو يجد اللاعبين المناسبين للنادي الأهلي في هذه الفترة عشان يكونوا إضافة للنادي الأهلي، مش بس في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكن في مختلف البطولات اللي هيشارك فيها الفريق خلال المراحل المختلفة المقبلة. ده شيء مهم جدا كنا لازم نتكلم فيه برضه.